مرحبا مواليد برشدلو، معكم كارمي شماس. اليوم بدي احكي لكم عن شهر نوفمبر تشرين الثاني. شهر نوفمبر تشرين الثاني شهر كتير 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 مهم. شهر نوفمبر وشهر ديسمبر اخر يومين بهيدي السنة، شهرين كتير 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 مهمين، لانه عم بتخلصوا السنة، عم تختموا السنة، ومفروض تقدروا تختموها بطريقة ممتازة. شهر نوفمبر ليش مهم؟ لانه الشمس موجودة ببرج العقرب. الشمس الموجودة ببرج العقرب صحيح عم بتشكل مربع مع برجكم، لكن بتحطكم بنفس الوقت بأعلى نقطة بالدائرة الفلكية. يعني انتو صرتوا تحت الأضواء، وانتو دخلتوا وصلتوا تحت الأضواء بتاريخ 23 أكتوبر 2019، ورح بتضلوا تحت الأضواء حتى 22 نوفمبر 2019، فترة كتير مهمة. هلأ تحليلي الفلكي، وصار لي زمان وسنين بهالموضوع. تحليلي الفلكي بيقول صحيح في ستريس، صحيح في تعب، صحيح في قلق، صحيح في صعوبات وفي سهر الليالي، لكن نوعية الوقت ممتازة، يمكن توصلوا إلى قرارات وإلى حسم لمراحل وطي مراحل والانتقال إلى مراحل جديدة. بعتبرها فترة كتير مهمة من 1 ل 22 نوفمبر تشرين الثاني. نوعية الوقت ولا أجمل من هيك، بيتخللها فترات صعبة مثل تأثيرات الفول مون بتاريخ 12 نوفمبر تشرين الثاني. في فترات صعبة بتكون تابعوني هلأ بحكي عن الأيام الأقل حظاً والأكثر حظاً بآخر الفيديو لحتى تختاروا الأيام، وطبعاً بدعيكم بشجعكم تتابعوا الأبراج الأسبوعية، ضرورية جداً لتعرفوا أسبوعكم كيف بده يكون وتفاصيل أكثر. وبالأبراج اليومية كمان بعطيكم تفاصيل كتير مهضومة وكتير حلوة كمان بتساعدكم. يعني مع كل هالتفاصيل هاي يومي وأسبوعي وشهري بيكون عندكم فكرة واضحة عن كيف أدائكم لازم يكون، وهيك بتتجنبوا الكثير من المتاعب. صدقوني أنا بعطيكم نوعية الوقت وأنتوا بتشوفوا شو، أنتوا اللي بتقرروا شو بدكم تعملوا بهيدا الشهر. في تأثير الفولمون قلنا انه معقول يكون مزعج عليكم بتاريخ 11 و12، هن يمكن يكونوا الاكثر تعبا، وايضا يمكن في عندكم تاريخ 1 و2 هو من التاريخ الاقل حظا بهذا الشهر. المهم من 1 ل 22 نوفمبر تشرين الثاني انتم تحت الاضواء. الايام الاقل حظا رجاء بدكم تتصرفوا بطريقة كتير واعية، بطريقة كتير ناضجة، بدكم تبعدوا عن المشاكل وإلا معقول تجرسوا حالكم. هاي من الآخر، الأيام الأكثر حظا هي اللي بتساعدكم وهي اللي بتحطهم بالقمة، لأنه نوعية الوقت دسمة وغنية وثمينة جدا، ولأنكم تحت الأضواء أخطاءكم بتبين كأنها تحت المشهر، و صفاتكم وميزاتكم الحلوة بتبين كمان تحت المشهر. فهيدي بتبين مضخمة وهي بتبين مضخمة، فانتبهوا لتصرفاتكم. من 1 ل 22 نوفمبر تشرين الثاني في عندكم داعم لكم وهو كوكب الزهرة فينوس والمشتري. هالكوكبين ضامنين انه يحملوا لكم دعم، مساعدة من صديق، من قريب، من بعيد أو غريب. واضح إنه في تعاون معكم، يمكن تعرفوا هالتعاون أو يمكن ما معكم خبر فيه من وراء الكواليس. فلازم يكون عندكم إيمان بذاتكم، وأيضا لازم توثقوا ببعض الأشخاص، خاصة الأشخاص يلي عم بيجربوا يوصلوا لكم وعم بيقولوا لكم إنه نحن فينا نساعدكم. فواضح إنه في مجال تكونوا ربحانين، واضح إنه بتقدروا تتقدموا، واضح إنه فيكم تتفوقوا. في تأثير لكوكب عطارد يلي هو في حالة تراجع، يتقدم كوكب عطارد بتاريخ 20 نوفمبر. هذا معناته انه اول 20 يوم بشهر نوفمبر معقول يحملوا شوية تأخير، شوية عقبات، لا سيما في الايام الاقل حظا. فهيدي الفترة الوحيدة يلي كمان معقولة كمان تسبب لكم شوية قلق، انه ليش ما عم توصل الامور، ليش ما عم يرن التليفون، ليه ما عم تحصلوا على اللي بدكم اياه. بعض الأشخاص
يمكن يكون عندهم مواعيد كتير مهمة، يمكن عم بيغيروا شغل، عم بيغيروا مدرسة، عم بيسافروا، عم بيهاجروا، عندهم قرارات كتير مهمة. هيك نوعية شهر نوفمبر تشرين الثاني. فضروري يكونوا واضحين مع حالكم، عارفين حالكم شو بدكم، تبعدوا عن المشاكل والخلافات كليا. إذا الاعتباطية ممنوعة كليا لمواليد برج الدلو، مش لأنه ما رح تربحوا، فيكم تربحوا لكن ما تجازفوا فيها. ما تنسوا وتذكروا اللي قلت لكم اياه، انه انتم موجودين على القمه وتحت الاضواء. كوكب المريخ بيعطيكم طاقه، بيعطيكم نجاح. كوكب المريخ موجود في برج هوائي، في برج الميزان، بيعطيكم طاقه كثير كبيره، بتقدروا تستمدوا منها العزيمه، الاراده، وايضا الحماسه. الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر تشرين الثاني هو شهر داعم، هو شهر بيعطيكم نوع من أفكار جديدة، نوع من لوك مختلف، نظرة مختلفة على الأمور، نظرة شاملة بتخليكم تشعروا أنه لا بأس بإدخال عنصر جديد على شغلكم، على طريقة شغلكم. يمكن تضموا لفريق عملكم أشخاص جديد، يعني في نوع من انفتاح. إجمالا مولود برج الدلو صحيح هو ينتمي لمجموعة الأبراج الهوائية، والإنسان عادة بنفكر أنه اجتماعي كتير، منفتح كتير، لكن مولود برج الدلو هو شخص فيكس، ثابت وعنيد، ومش دايما منفتح، بالعكس في عنده نوع من حرية، هذه الحرية مقدسة عنده، وبالتالي إذا بيشعر أنه في ناس من حده بخاف أنه يأيدوه، وبالتالي منلاقيه أحيانا منفرد بعمله وبمشاريعه. لكن الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر بيشجع أنه تكون عم تتعامل مع الناس وحاطت إيدك مع الآخرين. مهنيا شهر نوفمبر تشرين الثاني بعتبره مهم جدا جدا جدا، يلقي نظرة ويلقي ضوء ساطع على شغلك، على أدائك، على عملك، على مكانتك، على موقعك، وينك رايح ووين جاي. إجمالا أنا بتحليلي وبنظرتي للأمور بقول أنه الإهمال ممنوع بهيك فترة. الإهمال بهيك فترة يجلب الانتقاد ويجلب تأنيب ويجلب ملاحظات، فكونوا حذرين جدا بعملكم. من ناحية إيجابية بتقدروا توصلوا إلى قمة معينة بشغلكم، معقول تكونوا بموقع كتير حساس، تنقول في ظرف طارئ صار، مولود برج الدلو بيكون هو العنصر المطلوب يكون في الموقع، وبالتالي بتكون الشخص المناسب في المكان المناسب. وهون بقول لك انتبهوا ما تنزعوا، ففي ضغط، في ستريس، لكن انتو قادرين. حطوا ايدكم بايد الاخرين، بينجح شغلكم وبينجح عملكم، صدقوني. هل يا ترى في تطورات؟ في اشياء حلوة. كوكب الزهرة والمشتري يمكن يضمنوا بعض الاموال وبعض التقدم وبعض الارباح. وما تنسوا انه شغلكم بتحطوه، المجهود بتحطوه، رح بتلاقوا مقابله. فترة متقلبة لبعض الاشخاص، ورح اطلع من المهنية واحكي، يعني يمكن حتى الاشخاص اللي في ناس من حولهم تسبب لهم شوية قلق، سواء كان بالشغل او حتى بحياتهم الشخصية، قد يكون أحد الوالدين. بالنسبة عاطفيا هو شهر قد تكون أنت فيه على موعد مع ارتباط، مع زواج، مع خطوبة، مع تعارف، مع تلاقي. الجو متقلب، الجو يمكن ما يكون هادي مثل ما أنت بتريد، في متطلبات عديدة كتيرة متنوعة. حاولوا أنه ما تدخلوا بخلافات مع حدا، مع أحبائكم، مع أولادكم، مع أزواجكم، مع أهلكم حتى. اللي عنده علاقة مستقرة بده يعرف ينتبه لإلها، لأنه العلاقة رح بتكون تحت الأضواء، وطبعا رح بتضوي كل الأضواء، رح بتضوي على نقاط الخلاف، فكونوا حذرين. ويلي ما عنده علاقة عم يتعرف على حدا، العلاقة الجديدة يمكن تكون في حساسة شوي الفترة. يلي ما عنده حدا يمكن المستحسن انكم تنطروا للأسبوع الأخير من نوفمبر، هو يلي يجذب لكم الأشخاص الأفضل، يمكن لا تتعرفوا عليهم. بجميع الأحوال انتبهوا لعلاقاتكم اللي انتوا فيها، حتى مهنيا كمان انتبهوا لها. دراسيا بعتبروا شهر يمكن صعب،
يمكن معقد شوي في بعض المجالات. مطلوب من الطالب، طالب مولود برج الدلو، انه يكون فعلا الاهمال ممنوع، التقصير ممنوع. إذا بدك تستخف بواجباتك الدراسية أو الجامعية، في احتمال أنه تلاقي مشاكل وما تكون مرتاح 100% مع الوضع، ويمكن ما بقول ما تنجح، لكن رح بتلاقي صعوبات أنك ترجع تعود عن هيدا الشهر المهم. فكونوا حذرين وكونوا يوم بيومه ملحقين على شغلكم. الأسبوع الأخير هو الأريح بالنسبة لألكم. مثل ما شايفين أسبوع شهر متطلب، بده رعاية وبده اهتمام. خلونا نشوف تأثيرات النجوم. كوكب الزهرة يساهم في تلطيف الأجواء في محيطك الاجتماعي بشكل خاص. كوكب أورانيوس ينبه مواليد 23 إلى 25 كانون الثاني يناير من بعض التقلبات والضغوط. الأيام الأكثر حظا لألكن هو بعد الظهر مساء تاريخ 3، تاريخ 4، 5، 13، 14، 15، 22 و23 نوفمبر. الأيام الأقل حظا تاريخ 1 وتاريخ 2 وصباح تاريخ 3، تاريخ 11، 12، 18، 19، 24، 25 مساء 28، تاريخ 29 وتاريخ 30. هيدي هي الأجواء لشهر نوفمبر تشرين الثاني لمواليد برج الدلو. تابعوا الأبراج الأسبوعية واليومية للمزيد من التفاصيل. ودعكم، باي باي.